السلام عليكم. أنا قرأت وسمعت الكثير من الكلام الذي يمدح أن تهب المرأة المهر لزوجها وأجر ذلك عظيم وتدخل الجنة بلا حساب، وكثير قرأت عن هذا الموضوع، لكن إحنا حالتنا ضعيفة، يعني إذا قلت لأهل الولد أنا ما أريد مهر فقط قرآن، بهاي الحالة شلون أقدر أشتري لوازم الزواج وأحضر نفسي إلى آخر السؤال؟ أرشدوني بالتفصيل ماذا أفعل وما هو الصحيح، جزاكم الله خيرا. يعني هي تفصيلة عن هذا الموضوع، ما بيها وايد تفاصيل. الأخت الكريمة الله يحفظها طيبة ورايحة قارية بعض الأشياء، مو كل شيء اللي تقرينه صحيح. يعني إذا وهبت المرأة مهرها لزوجها فتدخل الجنة، ماكو شيء يعني تدخل الجنة بغير حساب. لا، نعم جيد إنسان أنه يخفف على زوجه، ولكن أيضا هذا موجود يا أختي يا بنتي. إذا تريدين تهبي تقولي لي أنا أوهب مهري على أن عليك أثاث البيت، عليك الكذا وعليك الكذا وعليك الكذا وعليك الكذا، يعني نعم. شنو هبة معوضة. نعم. أنا أهبك أسقط المهر بس بشرط أن تسوي هذه، تقدرين يعني، مو إلا واحد يقول يا أبا أنا سقطت المهر لأن الله يحب هالحالة هذه، أدري بعدين قد هذا عليه حال ما يعمل شيء اللي أنت تحتاجيه في حياتك. فلذلك الصحيح أنه أنا أوهب على أن توهب، أنا أعطي على أن تعطي، فهذا هو الصحيح.